أوكي، دوري. أنا أرى أمامي الآن ملل. لا تكن درامياً، العب على الكمبيوتر. أجل، سأحمل سومو سلامر الجديدة لكي ألعبها. لا يوجد إنترنت. تفضل، إذا وجد الكتاب لا حاجة للواي فاي. ماذا أفعل؟ الوقت يمضي ببطء. فلتهدأ يا بن، تقريبا وصلنا، انظر من النافذة حتى نصل. أنا أرى أمامي الآن شيئا غريبا. تشبث بالمقاعد، أمامنا بعض المطبات. جدي، وصلنا. رائع، لكن أين وصلنا؟ هاي بيجي، أنسيت ربط حزام الأمان؟ مفاجأة، سنزور ابنة العم بيني. مرحبا بيني. بنجي، أهلا بكم في المزرعة، اشتراها جدي منذ سنوات طويلة. واو، تبدو مزرعة رائعة جدا. لذا، ممكن باسورد الواي فاي؟ بن. بنجي، أنت مضحك جدا، لا يوجد واي فاي هنا. لا إنترنت ولا تلفزيون. لا. فيديو جيمز. لا. شبكة محمول. لا. أدلت وددونا تكنولوجيا ولا ألعاب. لحظة، ماذا تقول؟ ماك، مضى وقت طويل. أرى أمامي نسختين من جدي. أعرفكما على ماك، صديقي القديم، جد بيني. دعانا لقضاء وقت في المزرعة لنشم هواء نقيا. نونت المزنعة وهواء المزنعة. ما زلت تأكل نصف الكلام، استمتع. نستمتع من دون إنترنت أو تلفزيون. حسناً، ابحث عن شيء مسل مثلهما. الأمر عندهما مختلف. لا يوجد أفضل من الكتب. جوان، انتظري. لا تتركيني معه. حسناً يا بني، أخبريني بالقواعد. روبن، اشترى جدي المزرعة لسببين، أولاً للاسترخاء، وثانياً للكثير من الذرة. القاعدة هنا يا بن، الابتعد عن ذرة جدي الثمينة، سهلة صحيح؟ أوكي، لن أقترب منها. بن، أأنت بخير؟ أجل، بخير جداً. أخبرني جدي أن الناس يخافون الذرة. لا، أنا أواجه الخصوم، لن أخاف من الذرة، وسألتزم بعدم الاقتراب منها. سأسمع الكلام، لكني أبحث عن شيء يسليني في هذا المكان. لا لا لا، لا أستطيع اللعب بهذا. لا بأس، رمي الأحجار. تلقيها هنا في البحيرة يا بنجي، يوجد بط. والبعض يقول كواك. ظننت المزارع لا تعرف القواعد. وماذا يوجد هنا؟ بني، لا تنزعجي مني، أنا مستمتع للغاية. بني قالت لا تقترب من الذرة، لكنها لم تذكر شيئاً عن العلب. هيا بنا يا دايموند هيد، أصب تلك العلبة. حان الوقت لبعض التدريبات. تصويبة فنان. أو لا، لأصلحها قبل أن تأتي بني. لقد عادت كالجديدة. ذرة مزعجة، لما تفعلين ذلك؟ لما هذا شيء هنا؟ تشجع دايموند هيد، خيال غريب لن يتغلب على دايموند هيد. أنت قوي الآن. إنه هو. أين ذهب؟ هيا بسرعة، أحتاجك الآن. سأركض بسرعتي القصوى.